يا مصطفى في ايه؟ طمنه. طمنه خير؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي وانت جد على ملا وشنا في الجو ده؟ عامل لكم شويه كشري بيتي، انما ايه مش قادر اقول لك. امسك بتاعك. كشري؟ اه كشري. امسك. انت بتهزر يا مصطفى؟ انت مش قلت في حاجه مهمه؟ هو في اهم من الكشري والصلصه والدقه والتقليه؟ وبعدين لو كنت قلت لكم اي حاجه تانية ما كنتوش هتيجوا. ماشي يا سيدي. كل مروان يوم العزه يا مصطفى بيه. بعد خيرك يا زكريا بيه. انت عارف بقى ايه الاكله الوحيده اللي ما بتحبش تعملها؟ اشمعنى يعني؟ بقى تقول لي احط مكرونه على رز على عدس، بخلي مصطفى يعملها لك حبيبي. بتدفع اصل وشك، امك كانت بتحبنا اكتر منك اصلا. صح. والصراحه كانت بتقول لي اشتري من الراجل عشان ربنا بيحليه في بقنا عشان رزقه. صح. انتوا عارفين بقى انا اخر مره اكلت كشري كان امتى؟ امتى؟ 30 سبتمبر 2011. ايه وحافظ التاريخ كمان؟ اكيد تسمم. تسمم؟ اما التعابير اللي كنا ناكلها في الساعه خارجة ايه؟ 30 سبتمبر يا اخوانا، مالكم؟ 30 سبتمبر يا جماعه محاوله اقتحام وزاره الدفاع. يا ساتر الله لعينها ايام يا اخي. الايام سود، اللهم صل على النبي، زي اللي احنا فيها بالظبط. يوميه زكريا كلمني وقال لي ان في مصدر جوه التنظيم بلغوا ان هم هيقتحموا وزاره الدفاع. انا بلغت القوات المسلحه قبلها بساعات. مش عارفين يعني ايه الجيش المصري؟ ما فاكرين الجيش اللي بيشوفوهم في الشارع دول نقطة في بحر الجيش. بعدين الجيش اكبر مما يتخيل. بلد ربنا حاميها ونعم بالله. نعم بالله. بس انتوا عارفين بقى انا عندي مشكلة كبيرة. ايه؟ في عملية جديدة بتتدبر ولا ايه؟ يا ريت. امال ايه؟ قولون. ايه؟ قولون. بيقول لك القولون يا مصطفى، انت ما اكلتش كشري معانا ولا ايه؟ انا واكل معاكم زي الفل اهو. طيب هنكلمك بعد قرش. يلا عايز حاجة؟ يلا نفسك ورمي العز. تسلم ايدك. تسلم ايدك. تسلم ايدك. ايه القولون ومش القولون؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.